كرومبو كرومبو ما عرفتش كرومبو 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 ما عرفتش كرومبو. هاد النهار وقعت واحد الحاجة غريبة بزاف. طوموبيل ديال عمتي زينب سرقات، كانت موقفاها في جنب الطريق حدا واحد الشجرة عامرة بالنحل، وهي تنزل من الطوموبيل بالزربة، خافت لان النحل يقرصها. وشافت حدا الطوموبيل واحد كيبيع كاوكاو والتاني كيشوي الكبال وجوج ديال الخطاب. ومني رجعت من الغرض اللي قضات لقات رويضة سكور تسرقات. ومني سولت الناس اللي كانوا حدا الطوموبيل، مول الكبال قال اديك الساعة كانت الدنيا مهدنة شوية وويديني الناس فلاصتي. والخطيب قال انا كنت قاعد كان صالح في خطيبتي وما كناش مدينها في شي حاجة اخرى. ومول كوكاو قال انا كنت قاعد قدام الكروسات كوكاو وما نطش من حداها. ضروري واحد فيهم كذاب، اش هاد شي مال هاد نحل. اي على العموم انا عرفت اللي سرق رويضة سكور، ولا حتى انت عرفتي قولينا شكون هو. واحد مول الكبال، زوج المخطوبين، ثلاثة مول كوكاو. ارسل الجواب الصحيح على الاس ام اس 9093 او اتصل بالهاتف التابت 08 90 60 33 99 او بورتابل 40 43 وتربح 5000 درهم كل اسبوع. وما تنساوش المفاجأة الكبرى، سيارة فاخرة للفوز. وموعدنا في الحلقة الجاية مع تحيات المفتش كرومبو.